اهلا بكم من جديد مشاهدينا في كل مكان من خلال صباح الجمعه. بتتواصل معكم المساحات المختلفه عبر هذا الصباح. تحايا الحب اكيد لكل الناس، وتحايا دائما من القلب للقلب لكل اصدقائنا في كل مكان. وصلنا بكم لنجم الجمعه من خلال هذا الصباح. سعيدين جدا اننا نلتقي بنجمه من النجوم المميزين جدا في مجال الموسيقى والتراث السوداني. له باع طويل جدا في البحث والتنقيب عن مكامن الموسيقى السودانيه وما تحوي الموسيقى السودانيه، كذلك التراث السوداني وتفاصيله المختلفه. سعيدين جدا من خلال هذا الصباح عبر صباح الجمعة أن يكون معنا النجمة الدكتور أمير النور إبراهيم المكي. أهلا ومرحبا بك، صباح الخير عليك، سعيدين جدا بوجودك معنا من خلال هذا الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا أكثر سعادة أنه أكون في فضائية الخرطوم وأحييكم يعني سلوى وإحلام وعرف البشاري وكل التيم العامل، يعني الفريق العامل خلف الكواليس، يعني نحييكم يعني تحية الجمعة. نعم. 25/12/2020، ونحيي أخواننا المسيحيين بعياد الكريسماس. نعم. لك التحية إذن دكتور أمير النور. ويمكن يعني أمير النور اسم معروف عن كثير جدا من السودانيين، بالذات في مجال الموسيقى والفن والتراث، لكن نحن من خلال هذه المساحة هنتعرف عليك أكثر، هنتعرف على بطاقات الشخصية والعمل والتفاصيل المختلفة. في البداية كده، من هو أمير النور؟ نعم. طيب أول حاجة أنا داير والله يعني يترحم على أرواح يعني عدد من الفنانين الموسيقيين، وأبت شمس 2020 أن تغيب وإلا أن تأخذ معها عدد من الموسيقيين. يعني نترحم على روح الدكتور البروف عثمان مصطفى الذي رحل في 6 نوفمبر 2020، ونترحم على روح الموسيقار سليمان زين العابدين عازف المندلين اللي بيعزف كما خضر البشير 30 سنه وبيعزف مع نور الجيلاني سليمان زين العابدين، ومعروف انه لعب دور كبير جدا في اناشيد الاطفال خواطر فيل وكذا. نترحم عليه برضه، رحل في نهايه نوفمبر. واخيرا نترحم على روح الدكتور الفنان الكبير حمد الريح الذي رحل في 30 نوفمبر 2020 وغبر او دفن في مقابر البراري في صباح الثلاثاء يوم 1/12/2020. فلهم الرحمه، ونقول نعزي قبيله الموسيقيين واتحاد المهن الموسيقيه على راس الدكتور عبد القادر سالم، ونعزي كل اخوان الموسيقيين اللي بتحديدا في فرقه حمد الريح يعني. نعم. واولاده الحارس ومحمد والبنات كلهم نعزيهم في وفاه الدكتور حمد الريح. نعم. فنتعرف عليه. نعم. من هو؟ والله انا طبعا باختصار كده، طبعا انا مولود في 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 محليه الروسيرس، مدينه الروسيرس في اغليم، يعني احنا بنقول اغليم النيل الازرق. نعم. في 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 بدايه الستينيات طبعا، وبعد ذاك درست كل المراحل في الروسيرس، ودرست في مدرسه الروسيرس الاوليه بعد ذاك نحن بقت طبعا الابتدائيه. نفس المدرسه دي انا درست فيها طبعا في بدايه السبعينيات، لكن درس في نفس المدرسه دي الدكتور حسن عبد الله الترابي في نهايه الثلاثينيات، وفي نفس المدرسه درس الاستاذ الموسيقار الكبير بشير عباس. نعم. وتعلم ابجديات العود في مدينه الروسيرس على يد محمد عبد القادر ديوك الساعات الموجود في سوق الروسيرس. فبشير عباس اخذ ابجديات العود في الروسيرس، وبعد ذاك حتى جاء لاسماء حمزه كملت له الباقي. نعم. المستشار بشير عباس برضو انا دار انت ما افوتها، اللي هو في الروسيرس برضو كان الشاعر حافظ النيل، حافظ شاعر النيل حافظ ابراهيم. نعم. كان من نوفيا في 1928 لحد 32 كان موجود في الروسيرس، وجاء الاستاذ احمد محمد صالح اللي هو طبعا العمل سلام النشيد الوطن نحن جند الله، فجاء هناك في الروسيرس وتقابل مع حافظ ابراهيم شاعر النيل، وتبادلوا الاشعار في الصخره الموجوده في مستشفى في غرب مستشفى الروسيرس يعني على البحر كده، تبادلوا الاشعار
ويقال طبعا بعد ذاك انه حافظ ابراهيم يعني رجع الاسكندريه وتوفى قبل حافظ قبل شوقي. نعم. وشوقي كان يعني احمد شوقي كان داير انه الشاعر الكبير احمد شوقي يعني امير الشعراء كان بيتمنى انه يموت قبل حافظ عشان يعني يحظى بمرثيه من حافظ. صحيح. ابراهيم. ولكن لمن حافظ توفى احمد شوقي رساه باسكندريه يا عروس النيل يا خميره الشعراء والحكماء ماذا زرفت من الدموع لحافظ. انا طبعا بعد ذلك انتقلت من الروسيرز الى حلفة الجديده الزراعيه. نعم. طيب قبل يعني الانتقال دكتور امير من الروسيرز لحلفة يعني نستطيع انه نحن نقول يعني هذا الكم من حب الموسيقى وتاليف المقطوعات الموسيقيه المختلفه اذا كان في مجال التراث او اذا كان في مجال الفن الحديث كذلك يعني حب التنقيب عن التراث السوداني والبحث عن التراث السوداني بما انه روسيرس يعني من اقدم المناطق السودانيه يعني هذا الحب يعني انت اقتلحته من حبك للروسيرس ووجودك في الروسيرس هذه المدينه الجميله ولا من اين يعني اتاك. نعم. هذا الاهتمام؟ نعم اصلا انا اصلا يعني اخوي الكبير كمال النور ابراهيم اللي هو 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 اصلا كان بيعزف يعني في 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 روسيرس مع فنانين سعد خميس وقاسم اسماعيل اللي هو مرغب بقاسم سوغاز ده اللي هو هسه عنده المقطع مشهور بتاع سميره وين يا الله المقطع ده قاسم ده أيوة. فانا اخوي الكبير كان بيعزف بعد ذلك انا لما انتقلت لمدرسه حلفة الجديده الزراعيه في المدرسه دي كان لقينا طبعا الكلام ده كان في نقول في 79 80 لقينا المدرسه دي عباره عن مخزن كبير مليان من الالات الموسيقيه يعني وفي صول يعني مدارس الثانويه في السودان كان يعني للاسف انه هسه ما فيش كان بيجيبوا صول عشان يدرس الموسيقى في المدارس في الوقت ده فانا لقيت في استاذ بتاع موسيقى في مدرسه حلفة الجديده الزراعيه ولما سافرنا جبل مره رحله كان ثانويه فمن هناك بدات اعزف وسبحان الله أول ما بدأت أعزف الأكورديون طوالي جاتني اللغنة بتاعت حمام الوادي يا راحل والحتة بتقول تا 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 را تا ري ري ده أول ما بدأت بيو فأنا أحيي هنا الشاعر الكبير إسحاق الحلنقي هو زول أخوي شديد يعني إسحاق الحلنقي وأحيي أولاد حمد الرياح لأنه بدأت بحمد الرياح بعد ذاك من جديد دخلت طوال كلية البيطرة إنتاج حيواني أنا قريت ثلاثة كليات بالمناسبة يعني أنا كلام بقول للشباب عشان الناس يكون عندهم يعني زي ما قال دكتور عبد الناصر الفحل إنه الثقافة والعلم والقراية أهم حاجة أنا قريت ثلاثة كليات جامعية قريت بيطرة إنتاج حيواني قريت كلية التربية وقريت كلية الموسيقى والدراما فأنا في من قريت في الأول قريت بيطرة إنتاج حيواني في حلة كوكو بعد ذلك طبعا تخرجت 86 ودونا مناطق الشده هناك في على الحدود يعني ما بين الدمازين وبين الحبشه هناك المنطقه دي كلها طبعا فيها ابقار الامبررو وابقار الكينانه وابقار الرفاع الهوي وابقار الانقسنه فهناك انا كنت بطعم الابقار دي كنت شغلي طبعا بتاع البطري وفي بعد ما ننتهي من التطعيم كنت بمشي بحضر الشالك بتاع الانقسنه انقسنا عنده جيمي او دام سارا قمر ديا ابا ما دوم دي لجي قام سارا ورقاتون واوا يعني ده الانقسنا بمشي هناك احضر الفانفاج بتاع الرفاع الهوي العرب عندهم الفانفاج بعد ذاك بمشي بحضر الامبررو بغنوا وردة نجوري تسرى تاني سنة يما تفوت يام تاني سنة أجنبك ريم حور العين في الكسوك يام ياسر فأنا من هنا من الحتة دي خلاص بديت يعني اهتم بالتراث وبالموسيقى يعني بعد ما انتهي من تطعيم الأبغار بجي طوالي أجي أكتب حاجاتي الحاجات اللي شفتها شنو هناك عند الانقسام وعند الامبرر وعند من هنا بدات الناحيه البحثيه بقت تجي في تجي هنا بدات من هنا دي لما جيت نقلت من الدمازين وجيت اشتغلت في معمل الحاسه البيطريه قابلت الدكتور حسن فيصل حسن ابراهيم وبعد ذاك هو كان في هو رئيس قسم اسمه انتولوجي اللي هو القسم بتاع وانا كنت في القسم بتاع الحشرات ده اسمه الحشرات هو قسم الحشرات فوق اسم القراد يعني في حسر البكتيريا كنا بنعمل طبعا تجارب بنمشي نسافر نجيب مثلا انا سافرت مره لحد الرهد الذكر عشان اجيب دلم اللي هو السوفت تكس عشان نعمل عليه تجارب انه يا تموبيد بيقدر يقتل القراد ده فجيت انا اشتغلت في القسم ده بعدين الدكتور فيصل اللي من خلاص هو نقلوه
قال لي انت دار تقعد في حاصل بتيري وتتنقل تمشي حته ثانيه. قلت له ده مش السلخانات عشان اقرا مع حدا الموسيقى والمسرح. ففعلا اتنقلت جيت اشتغلت في سلخانه الصحافه وبقيت بشتغل الساعه 2 صباحا في سلخانه الصحافه وبمشي فتش تمام بنفحص اللحوم دي اللحوم اللي حصل في السوق دي بنفحصها احنا عشان نشوف انه ما يعني تكون لحوم صحيه وان المواطن ياكلها ما فيها امراض يعني لا فيها توبركلوز ولا فيها دوده شريطيه ولا فيها كده. فبعد ذاك الساعه 6 صباحا بينتهي بيجي من السرحان بمشي مع هذا الموسيقى في شنبات كان. فقمت قريت كليه الموسيقى الدراما بديت اقرا مع هذا الموسيقى اللي من قاموا قفلوا سنه 92 قفلوا طبعا مع هذا الموسيقى اتقفل في النظام البائد طبعا اتقفل لانه قالوا الطلبه يمشوا يشتركوا في الاحتفال بعيد الثوره الثاني والناس رفضوا. ناس يوسف الموصلي دي كانوا هم اساتذتنا نادي الدكتور يوسف الموصلي نحييه هسه هم كانوا فرفضوا انه يحتفلوا فقاموا قفلوا معهد الموسيقى. أيوة. لما قفلوا معهد الموسيقى انا فوت قريت كليه التربيه في 4 سنين قريت لمن ثاني معهد الموسيقى فتح في 94 جينا ثاني رجعنا كملت كليه الموسيقى والدراما سنه 99 وطوالي سنه 2009 عملت الماجستير في 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 الموسيقى وتحديدا كان بعنوان الانماط الغنائيه والموسيقيه في اغليم والدروب الغافي اغليم جنوب النيل الازرق عند القمز. يعني القمز دي هم عايشين في منطقه النيل الازرق وفي الحبشه في اغليم بني شنقول. لكن موسيقام قاموا يتبنوها ناس ثانيين يعني الموسيقى بتاعت القمز. فقمت عملت الماجستير في الحته دي وكان اكثر زول طبعا هو كان يفتح للدراسه دي هو البروفيسور يوسف فضل. انا بحييه وحاسه وربنا يميت في عمره. البروفيسور يوسف فضل الان موجود في جامعه الخرطوم. نعم. وكان مهتم شديد بانه قال لي القمز زي احكي لي انه بيجي من المكتب بيقول لي احنا نقعد برا في بنقعد في المصطبه كده برا عشان انا احكي له عن القمز ديل موجودين في مجن وموجودين في شانشه في ارده في كده. فبعد ذاك طبعا الحمد لله برضه توفقت في انه عمل الدكتوراه في 2016 ناقشت الدكتوراه برضه في برضه هي عن الثقافه الموسيقيه في اغليم جنوب النيل الازرق يعني. نعم. ما طلعت من الحته بتاعتي. وانا هنا دار احيي برضه الناس اللي اشرفوا على الدكتوراه اللي هو بروفيسور محمد سيف الدين علي التجاني كان المشرف بتاعي في الدكتوراه ودكتور حامد ازرق كان الممتحن الخارجي ودكتور بشير صالح كان الممتحن الداخلي وادوني درجه الدكتوراه بامتياز. والان طبعا انا دكتور الامير النور ابراهيم. نعم ربنا يديك العافيه ان شاء الله ونقدر نستفيد نحن منك ومن العلم الكبير جدا الموجود عندك دكتور امير. ونحن ننتقل للمقطوعات الموسيقيه وتاليف المقطوعات الموسيقيه. معروف انه يعني دكتور امير عازف ممتاز جدا لعديد من الالات الموسيقيه المختلفه من خلال النوت الموسيقيه. يعني انا الحاجه اللي قاعده الاحظ انه طوالي يعني بتقرا لنا النوت الموسيقيه من خلال تفاصيل المختلفه اللي يمكن كثير جدا من الناس ما عارفينها بالذات لما تكون مرتبطه بواحده من اغنيات التراث. نعم انا طبعا يعني قلت لك خشيت البيطر انت حيواني فاستقبلوني بابراهيم عوض الزري يعني من عملنا حفل استقبال سنه 81 82 فكان الفنان ابراهيم عوض هو جاء عمل لنا الاحتفال وتلف الظروف و 2002 انا اشتغل مع ابراهيم عوض عازف معه. لكن طبعا انا بعد ذاك طبعا اول دار احيي ناس مركز الشعب البحري لانه انا بديت في مركز الشعب البحري في 83 84 85 بديت اعزف في مركز الشعب البحري. وهناك انا بحيي الفنان الكبير الموسيقار احمد حميد. احمد حميد يعني ربنا يطول في عمره موجود الان هو العمل اللي صلحني الباديه الاموني واثير الغرام